أنا فيديو اليوم تصور مع كاس ديال الصباح، دونك ما تمنش صوتنا منيح لهيك أعمل أنا الحين بتكلم، يعني الكلام بخالف الصوت. المهم، أول شيء كنا بنبحث عن ميكرو ده أسجل لكم الصوت يعني تسمعوني منيح، بس ما لقينا. فهيك اليوم راح يكون فيديو كتير حلو، راح نسمع أو راح نعمل الراميون الكوري هانجوك راميون، راح نعمله إن شاء الله وراح يكون كتير طيب. المهم هو very spicy، كان صراحة عندنا 5 باكيات علب من الراميون، بس أكلنا 2 وضلوا 3، بس أكلنا 2 وضلوا 3، واليوم إن شاء الله راح نعملهم بالثلاثة. هلأ بورجيكم إنه هون مكتوب هانجوك راميون. المهم بورجيكم الباكيج تبعه وهيك أشياء، وبقول إنه كثير حلو. هون كنا عندنا صعوبة لأنه ما بدنا حد يسمعنا ونحن بنفتحها لأن الكل نايم، ونحن خلينا هيك الكل نايم عاد نضل نطبخ الراميون. فنحاول إن نعمل بشوي يعني بصوت منخفض يعني، ونعمل ونحل بشوي شوي 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 لا نطلع صوت. المهم هون بتسمعونا إن بنحل هيك بشوي ونستعمل الموس وهيك أشياء، بنجبد بشوي شوي بس على إنه ما يسمعنا حد ونحن بنحضر الراميون. صراحة كان بمثابة إنه تشالنج يعني، لأن ما بدنا حد نفقد حد، وكمان يعني نعمل كل شيء وناكل كل شيء لوحدنا، يعني تبقى حصتنا بس لنا. المهم بتشوفوني هون يعني بعد شوي 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 شوي، لأنه صراحة ما بدنا نغيق ولا حدا كما قلت لكم في الأول، دونك حابين إن نصايبه هانجوك راميون بس ناكله لما فرضنا، واضطرينا إنه ناكله في المطبخ لأن إذا حلينا الباب فتحناه وذهبنا للبيت وبلشنا نتناول راح يبين الضوء. أوكي بس في المطبخ ما بيبين الضوء كتير سهل. صراحة كانت هذه الأشياء بس تظل الذكرى هيك، في أشياء يعني تبقى جميلة هيك الذكرى إنك أوه عملتي كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الشيء حلو. هون بوريكم يعني طبق هيك أشياء، بعدين تركنا إن الماء يغلي يعني هيك، فبلشنا نحط النودلز شوي 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 شوي. بعدين لما حطينا النودلز ضفنا لها البهارات يعني اللي بتكون في النودلز، فاكتشفت إنه ما في صوص بس يعني هيك قوام يعني بهارات عادية بس، فاضطرينا إن نزيد صوص وما كانت عندنا صويا صوص، ما اضطرينا ان نزيد صوص ونزيد شوية بهارات حارين لا يجي كثير يعني سبايسي وهيك اشياء. هون كم بتشاهدون بتشوفوني اني بحركها بالشوبستيك يعني كل يوم هيك اشياء، بس حبيت اني اعمل هاد الحركة بس. 2000 years later. ترا هون جهزت الراميون، يعني وزعناها على 3 أطباق، حطينا الشوبستيك هيك مثل الدرام والصوص إذا حد حب يضيف أي صوص. بس هون بدنا نجربه، صراحة من ريحته بتبين كثير يعني لما تستنشقي يعني بيجيك حار. أوكي ريحته بتبين لك إنه حار. مهون هون كانت تبدي أتطوقها، ها تطوق الأولى يعني هيك أشياء. بتشوفوني هون يعني بضحك لأن بنت عمي قالت لي إنه كتير سبايسي، أنا كمان جاني كتير سبايسي، أنا ضفنا لك كثير بهارات حارين يعني. صراحة كانت يعني جميل هيك تذوقيها يعني، كانت كتير حلوة وخاصيا إن بناكلها على التالي الصباح. صراحة في الأخير يعني استيقظ البيت كله،
لما بدنا نخرج من المطبخ. بس المهم كانت هذه اللحظة كثير حلوة، وبتشوفنا يعني ناكل وبنستمتع، يعني كثير كثير حلوة يعني. المهم أصلا الراميون بتكون كثير حلوة. إذا حابين إني أجرب نوع ثاني للراميون، صراحة هذا النوع ما عمري شفته، يعني ما عمري شفته يعني في يعني دراما أو هيك، بس لقيته إنه هانجو راميون، خلاص هز اشتريه. بس هذا الشيء هي الفكرة، يعني هانجو راميون لقيته هيك خودي اشتريه لأنه بدي أجربه، لأنه هون إحنا عندنا في المغرب كمان مثل راميون بس بيقولوا لها اندومي. صراحة أنا ما بتعجبني اندومي، بس هذا حبيت إني أجرب. أوكي يعني أنا مش من الناس اللي بياكلوا اندومي المغربية، بس الراميون حبيت يعني من هانجو راميون، وكمان ريحته مش مثل الاندومي الأخرى. يعني في كتير كتير ناس بياكلوها بس أنا ما باكلها، يعني بتجيني مو طعمها مو حلو. هون تقريبا زدنا 3 مرات يعني كنا يعني كنا بنزيد رغم حار انها سبايسي يعني بنزيد، لان عجبتنا كتير 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 وحبيناها كتير. المهم كنا هون بنعاود قصص طرائف حدث لنا وبنضحك هيك اشياء، فكان صراحة كتير حلو. هون بلشنا نتكلم بس ما كان واضح الصوت لهيك ما حطيته، يعني بنبين نفسنا وهيك اشياء. هون في الاخير بعد ما كنا يعني الراميون قررنا ان ناكل العنب، يعني برد فمنا بالعنب. هون كنت بعمل لكم الخاتمة بس بنت عمي ما تشوفوا صدمتها، يعني ما كانت تظن ان راح احط هذا الشيء في اليوتيوب. بس كده فيديو، شوفكم في